بس انا مع حضرتك في انه اي نظام جديد بيتم تطبيقه طبعا بياخد يمكن وقت على ما ينجح، ولكن لازم يكون في مراقبه، نراقب النظام ده، ويكون في تدخل فوري من قبل بقى اتحاد الكره، من قبل المسؤولين على الاخطاء التحكيميه الفجه دي يا كابتن. بصي، معظم الحكام على فكره لو تيجي تلاحظي، معظم الحكام دلوقتي يمكن من الناس اللي هم لسه بادئين، والناس اللي كان في مستوى الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه وابتدوا يطلعوا الدرجه الممتاز، فلازم هتلاقي اخطاء، يعني لازم هتلاقي اخطاء، ولازم يبقى في النهارده من لجنه الحكام النهارده، لازم يبقى النهارده الحكم النهارده يشوف اخطائه وكل هذه الامور عشان يتعلم. يعني زي ما انا لعيب كوره النهارده لو شفت اخطائي النهارده هتعلم في المباراه القادمه، فلازم يبقى النهارده كل حكم بيخطا لازم لجنه الحكام النهارده تجيب له فيديو، تجيب له النهارده تشوف الماتش وتعالى انت اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا، وده مش عيب. مش عيب ان ده دائما احنا بنتعلم. مش عيب ان الحكم يتعلم، المدرب يتعلم، اللعيب يتعلم، فكل هذه الاخطاء وارده في كره القدم في العالم على فكره كله. ولكن اذا كان زي ما قلت لك يبقى في شيء من التعمد، لا، هنا بقى في وقفه. في وقفه من لجنه المسابقات ولجنه الحكم.